مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مستمرين في تغطيتنا من هنا من دبي وجوائز حفل تسليم جائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي والمقارنه فيها النادي الاهلي بالطبع كافضل مؤسسه رياضيه عربيه. يسعدني في هذه الاثناء يكون معايا الاعلامي العربي الكبير والاماراتي هنا من بلده ومن الامارات الاستاذ يعقوب السعدي. في البدايه طبعا شرف ليا ان اكون موجود مع حضرتك وبعمل معاك مقابله. يعني النادي الاهلي ووجوده، وانا عارف ان حضرتك من اكثر المحبين للنادي الاهلي، وجود النادي في الاهلي في الامارات واستحواذه او فوزه بجائزه مثل جائزه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، وكمان مش على البطوله الرياضيه او تفوق رياضي، لا النادي الاهلي بياخد كافضل مؤسسه رياضيه عربيه، شايف ده حضرتك ازاي؟ أنا شايفه أنه النادي الأهلي يستحق الجائزة هذه بناء على الواقع اللي موجود فيه النادي الأهلي كمؤسسة رياضية اقتصادية، كمؤسسة لها أساس صح من زمان أوي يعني، واللي شايفينه في النادي الأهلي وما يحدث في النادي الأهلي من وجود شركات سواء كرة القدم أو الخدمات الرياضية من النادر أنك تشوفه خاصة في الوطن العربي. فالنادي الأهلي نموذج لكل المؤسسات الرياضية اللي موجودة حاليا في المنطقة وفي الوطن العربي، إذا نتكلم عن مؤسسة رياضية اقتصادية مبنية على أسس وتاريخ صح، يعني مبنية على أساس اقتصادي صح. النموذج أتصور اللي تحتذي فيه الأندية الأخرى والمؤسسات الرياضية الأخرى هو النادي الأهلي، مبني بشكل صح، مؤسس صح، كمؤسسة اقتصادية صح. فأتصور على الجميع أن يقتدي بالنادي الأهلي في المجال ده تحديدا. حضرتك ذكرت الكلام ده دلوقتي، لكن كمان يعني كان وقعه على نفس حضرتك ايه لما قريته في بيان مجلس ابو ظبي، يعني مجلس دبي الرياضي في متن الجائزه، انه قال انها هي مبادره تستشرق المستقبل ويجب ان يحتذى بها في جميع المؤسسات الرياضيه خاصه في ظل التعامل مع فيروس كورونا. حضرتك واحد من محبين النادي الاهلي، الكلام ده وقعه على نفسك كان ايه؟ طبعا وقعه بالنسبه لي انا دائما اتمنى الخير، اتمنى الشيء المميز خاصه للنادي الاهلي يعني. فالنادي الأهلي الجائزة أنا أتصور أن دي من الحاجات اللي المفروض أنها تصير، والنادي الأهلي من المفروض أنه يكون موجود في كل الجوائز. النادي الأهلي دائما يضيف للجوائز اللي يحصل فيها. النادي الأهلي من الأشياء المميزة بصراحة في الوطن العربي كمؤسسة وكتاريخ وكإنجازات، فأكيد سعيدين بالجائزة دي بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا احب اعرف تعليق حضرتك ان كابتن محمود الخطيب احد اساطير النادي الاهلي الرياضيه وكلاعب كره قدم مرموق يقود سفينه النادي الاهلي لمده 4 سنوات ودوره كمان، ياخد بطولات كتير، لكن كمان انه يكون رياضي على راس مؤسسه رياضيه زي النادي الاهلي ويفوز، يعني يستطيع ان يفوز بجائزه، يعني زي ما نقول هي رياضيه اقتصاديه في نفس الوقت. حضرتك شايف ده ازاي وتعليقك عليه ايه؟ كمان كابتن محمود الخطيب وادائه في راس النادي الاهلي. محمود الخطيب يعني انا الشهاده والكلام اللي هقوله يعني يمكن مجروح شويه لاني انا احب الراجل ده. فبحجم وشخصيه محمود الخطيب يقود مؤسسة النادي الأهلي أكيد شيء جميل جدا، وهو كشخص انسى أنه رياضي، هو كشخص شخص مميز، شخص يعني نادر أنك تحصل صفات شخص في شخصية محمود الخطيب. فشو ما قلت تصور أنه مش حتدي الراجل ده حقه يعني، بس وكرياضي طبعا أكيد شيء جميل ان شخصيه بحجم محمود الخطيب يقود النادي الاهلي، والاهلي والخطيب اتصور حاجتين يعني راكبين على بعض، يعني الاثنين مناسبين لبعض. ما ينفعش تكون معايا وما اسالكش عن يعني ابو ظبي سبق وان نظم كاس العالم للانديه، النادي الاهلي سبق وان شارك 6 مرات في كاس العالم للانديه، ولكن اللقاء الاول ما بين الاهلي وابو ظبي وان النادي الاهلي يكون موجود في ابو ظبي في كاس العالم للانديه، شايف ده ازاي؟ أنا شايفه حاجة ممتازة جدا،
واتصور كمان القرعه حلوه بالنسبه للاهلي المره دي يعني، والوصول للنهائي. المهمه مش سهله طبعا، مهمه صعبه قوي، لكن وبالمناسبه يعني في التذاكر اللي صارت يعني انطرحت التذاكر في خلال ساعه 80% من المبيعات خلصت، وده نادر ما يصيرش يعني، ده دليل على شعبيه النادي الاهلي، واتصور يعني راح يحصل دعم كبير كانه في مصر، وراح يكون في استقبال كبير بالنسبه للفريق ومن ناحيه الدعم ومن ناحيه المتابعه. جماهيريه الاهلي في المنطقه وفي الخليج وفي الامارات تحديدا كبيره جدا، ويمكن تكون الاكبر بالنسبه للانديه العربيه، فمتوقعين انه يكون في شغف كبير لبعثه الاهلي وفريق الاهلي في البطوله، وانا اتوقع ان الاهلي راح يقدم مستوى كبير في البطوله دي. اخيرا بقى كلمه حضرتك توجهها من خلالنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لكل جماهير النادي الاهلي، يعني بوجود النادي الاهلي في الامارات والترحيب الكبير اللي شايفينه سواء بالنادي الاهلي او كمان كابتن محمود الخطيب. جماهير الاهلي اللي خارج دوله الامارات، دي الامارات بلدكم، وراح تشوفوا كل ترحيب وكل استقبال، والتنظيم راح يكون ان شاء الله مميز، راح تكون بطوله ناجحه. نتمنى التوفيق للاهلي وانه يحقق نتيجه افضل من النتائج اللي كانت قبل في بطولات كاس العالم للانديه. الدعم النادي مطلوب، راح تكون في تسهيلات كبيره اتصور ايضا من شركه الاهلي للاحداث الرياضيه وللخدمات اللي انشئت في النادي الاهلي. راح تكون في تسهيلات ايضا من اللجنه المنظمه لكل الجماهير اللي تاتي من خارج دوله الامارات، فان شاء الله تكون بطوله مميزه خاصه للنادي الاهلي ان شاء الله.